فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، ما حكم من أراد في السفر أن يجمع بين صلاتين جمع تقديم مع العلم بأنه يغلب على ظنه أن يدرك الأخرى في بلده، وما يترتب عليه إذا كان وصل أثناء أداء الصلاة المسافر؟ ما دام الإنسان مسافرا فله أن يجمع حتى وإن كان سيقدم إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، لكنه في هذه الحالة الأفضل أن لا يجمع، لأن الجمع إنما يكون لحاجة. وهذا الرجل الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل وقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا بأس. وإذا قدم والوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته وليس عليه صلاة. نعم، لا ما يصلي شيء، لأنه أداها جمعها مع الأولى.